السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف تعيش حياتك لا مشاكل ولا هموم، فقط بعض المغامرات، والأجمل من ذلك أنك تهتم بنفسك أكثر مما يكون. لا تبالي بمن هم حولك، تضحك مع أصدقائك ومع الجميع، وتشعر أنك بينهم كالطفل المجنون والصغير. وحين تعود للبيت تنام بسهولة فور غمض العيون، سعيد ومرتاح، وتهتم بعائلتك وتحبها بحجم الكون. كل شيء جميل لحد الآن ومرتب، ولا يوجد شيء يجعلك تفكر أو تتعب، إلا وأنه وللأسف لا شيء في الدنيا على حاله يدوم، لا سعادة تضل ولا حتى هموم. وفجأة يظهر شخص مجهول في حياتك، شخص غريب عنك لا تعلم من يكون، يشغلك بحركاته وبهمساته، ويأسرك بنظراته، ويتسلل لقلبك بحلو كلماته. فهو الآن يطبق عليك الجزء الأول من خططه، فاحذر منه. اهتمامه بك غريب، وخوفه عليك عجيب، فتحاول قدر المستحيل لا تنجذب إليه وتبعده عن تفكيرك وعن حياتك، لكنه يصر عليك ويقيدك باهتمامه، ويريدك بأي ثمن من الأثمان، ويفعل الممكن والمستحيل، ويوهمك أنه سيكون سببا في سعادتك ويمحو عنك جميع الأحزان. يظل يحاول ويحاول، وأنت تكابر حتى يصل إلى صميم فؤادك ويتربع على عرش قلبك. حينها تستسلم لقدرك وتلغي تفكيرك وعقلك، ولا يعد شيئا كما كان. يشغلك الاستماع والاستمتاع بحبك فقط، وخصوصا حين يقول لك أنه لن يتنازل عنك أبدا ولن يتغير عليك، ومهما حدث سيظل دوما متمسكا بيدك، وأنه ليس كباقي العشاق ولن يتركك مهما كانت المشاق، وأنت الأحمق تصدق كل ما يقول لك ولا تعلم أنه بذلك بدأت تخطو خطوة في رحلة عذابك. فحينها يتأكد ذلك الشخص أنه تمكن منك، يبدأ يطبق عليك الجزء الثاني من خطته ليوقع بك. ستلاحظ بعدها أن اهتمامه بك بدأ يقل، وأعذاره لعدم تواجده معك بدأت تكثر، والعتاب بينكما بدأ يكثر. ستسأل نفسك أين الوعود بعد تلك الجهود؟ ألم يعدني بأنه يجعلني دوما سعيد؟ فما هو اليوم يتركني وحيد؟ طبعا طبعا، لأنه تأكد من حبي له وتعلقي الشديد. وسوف تلاحظ أيضا أنك بدأت عليه تهون، وأنه أصبح دوما عنك المشغول، وغيابه يوما عن يوم يطول، وتجاهل لك لا يزول. مع أن غيابه قد حال، لم يؤلمك ذلك،
أصعب لحظة تعاش بعد الرحيل، فإما أن تضعف وتستسلم للأحزان والتفكير في ذلك الحقير، أو تنهي قلبك وعواطفك وتبدأ من جديد وتؤمن أن الضربة التي لا تقوي لا تهزم ستعود كما كنت. فهناك من يعتقد أن التجاهل في كل الحالات تقوي لكنها تقتل القلب. فرسالتي لكل من يحب، إذا أردت أن يكون حبيبك كالخاتم في أصبعك لا تدعه يحتاج لغيرك، فالقهوة تبرد إذا غفلت عنها، وكذلك المشاعر تبرد إذا ما أحطته باهتمامك. فلا تتجاهل من أحبك ولا توتر غيرته عليك، لا تجعل كلمة الرحيل في قاموسك، لأنه إذا فقدت من أحبك سيترك مساحة فراغ كبيرة في قلبك، سترحل معه ضحكاتك واهتمامك بتفاصيل حياتك. صدقني ستشتاق إليه كثيرا، ستشتاق لأسئلته الغبية ولضحكاته المزعجة، ستشتاق لتفاصيله المملة، ولن تجد أمامك سوى ذكرياته. ستسألك الحسرة حينها، وستلومك نفسك بدل المرة ألف، وستضرب على قلبك حينها ندم. فحين كان بجانبك أين كنت أنت؟ حتى